السلام عليكم أيها الفريبيديون، وفيديو جديد من سلسلة إعادة بناء فريق. وهذه المرة قررنا إعادة بناء فريق مانشستر سيتي، بالرغم أنه نادي كبير جدا بالأموال بالطبع، إلا أنه لم يحقق إلى حد اللحظة دوري أبطال أوروبا في مشواره التاريخي. في التاريخ لم يحقق أي لقب أوروبي. لهذا قررت أني أنشئ نادي مانشستر سيتي من جديد، أتعاقد مع لاعبين، أطرد بيب غوارديولا، والفوز بدوري أبطال أوروبا في أول موسم هو تحدي جديد في هذه السلسلة. قبل ما نبدأ لا تنسوا أن تفجروا زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعل زر التنبيهات، وأهم شيء أنك تشاهد الفيديو للأخير، ولا تنسى تخلينا تعليقاتكم وآرائكم في صندوق التعليقات. شكرا على الدعم الرهيب جدا في الفيديوهات الأخيرة، صراحة دعم أسطوري جدا، بارك الله فيكم، شكرا شكرا جزيل الشكر. دعوني لا أطلع عليكم، يلا بنا let's go حبيبي let's go. أوكي، مهنة مدير فني، أختاروا أي مدير فني، نختاروا هذا صاحب القبعة. نادي حقيقي، نادي حقيقي أكيد، مانشستر سيتي مباشرة. يا سلام، تأسس مانشستر سيتي عام 1880، قامت كنيسة القديس مارك عام 1880 بتشكيل نادي لكرة القدم، والذي أصبح لاحقا نادي مانشستر سيتي لكرة القدم. توج كبطل 7 مرات وفاز بالكأس المحلية في 6 مناسبات. في موسم 2011-2012 فاز فريق مانشستر سيتي بدوري بريمير ليج بعد الفوز المثير بنتيجة 3-2 على كوينز بارك رينجرز في الوقت بدل ضائع. وصل فريق مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة تشامبيونز ليج للمرة الأولى في تاريخه في موسم 2015-2016. أوكي، قيمة النادي 2 مليار جنيه استرليني، وميزانية الانتقال 184 مليون أورو. توقعت مجلس الإدارة النجاح المحلي حاسم، النجاح القاري حاسم، شهرة العلامات التجارية حاسم، الوضع المالي منخفض جدا، تطوير الشباب منخفض. يلا مستوى الصعوبة خلوها مطلق، مدة الشوط خلوها 4 دقائق، خلو العملة يورو، منافسات أوكي، استحواذ مالي لا، سلامة المفاوضات خلوها صارمة، عروض عمل دولية لا، فترة الانتقالات يلا تقدم حبيبي. مرحبا بك في نادي مانشستر سيتي، يلا فلتفز بدوري أبطال أوروبا. نعم سأفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأتفوق على بيب غوارديولا. أوكي، فلنختار أقوى مسابقة واللي هي هذه، بايرن ميونخ يا جماعة، أياكس أمستردام، ليفركوزن، نابولي، فلامينغو. أوكي روبن دياز يحييني، يا سلام، شكرا شكرا. الآن أول هدف يا جماعة هو هالاند، إيرلينغ هالاند، يلا تعاقد معه، يلا سنفاوض دورتموند من أجل إيرلينغ هالاند. أوكي يا جماعة ننهي التفاوض رسميا، ما راح نتعاقدوا مع هالاند. ماذا لو تعاقدنا مع ليونيل ميسي ومع كيليان بابي؟ أوكي فنجرب مع كيليان بابي، يلا نعمل مبادلة لاعب، راح نعطوهم جناح، راح نعطوهم مثلا جاك غريليش، تقديم رسوم انتقال، نعطوهم 100 مليون أورو، يلا يريدون 198 مليون أورو. والله يبدو لي وأن كيليان بابي أفضل من هالاند. أعطوهم 70، يلا 70، يلا الحمد لله، تعاقدنا مع كيليان بابي ب 171 مليون أورو، أفضل من هالاند، والله أفضل من هالاند. يلا تفاوض مع كيليان بابي. أوكي يريد أن يكون حاسم، تمام، مدة العقد 5 سنوات، يلا يا سلام، تجاهل الشرط الجزائي. الراتب كم؟ أعطوه 250 ألف، يلا 250 ألف، تمام، تعاقدنا مع كيليان بابي. أول مباراة يا جماعة راح نتخطى هذه المباراة، نتخطاها ونشوفوا مع بعض. حكات سريعة، يلا الفوز 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 الفوز، 4-0 يا جماعة، بداية قوية جدا. أوكي مباراة الثانية ضد هذا النادي، نتخطى هذه المباراة، يلا الفوز 2-0، أوكي جيد. أوكي يا جماعة سأقوم بتطوير اللاعبين، نعمل خطة تطوير ثم نعود إليكم، سأقوم بتسريع هذا الفيديو. أوكي التعاقد مع كيم بيبي يا جماعة، نعمل مبادلة لاعب،
خلوا من جناح الأجنحة كثيرة يا جماعة. يلا جاك غريليش. أوكي يريدون الكاي غاندوغان زائد 20 مليون أورو. أعطوك 10. يلا فلنتفاوض مع كيم بيبي يا جماعة. تدوير أوكي قبول. يلا تجاهل الشرط الجزائي. ماذا يريد الراتب؟ راه نعطوه 100,000. يلا يريد مكافأة التوقيع. مكافأة التوقيع ما نعطوه مكافأة التوقيع. والله شارينك بسعر غالي. يلا تقديم العرض. يلا أمر إلى الله. يوم عندنا مباراة ضد بايرن ميونخ يا جماعة. فلنتخطى هذه المباراة محاكاة سريعة. يلا تعادلنا يا جماعة. أوكي مباراة القادمة أمام فلامينغو. يلا فلنرى ماذا سيحصل. فزنا 3-0 والنهائي ضد بايرن ميونخ يا جماعة. ولكن احنا ما راح نلعبها يا جماعة. لماذا؟ لأنها مباراة ودية أو بطولة ودية. فزنا 3-2 على بايرن ميونخ يا جماعة. توجنا باللقب، اللقب الأول في هذا الموسم. أوكي المباراة المقبلة قبل بداية الدوري عندنا مباراة هذه يا جماعة. فلننتقل إلى مباراة ليستر سيتي، كأس الدرع الخيرية يا جماعة الخير ضد ليستر سيتي. مشاهدي الكرام اينما كنتم مرحبا بكم في مباراة اليوم في نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي. يلا فلنأخذ هذه البطولة يا جماعة الخير، البطولة الثانية على التوالي ان شاء الله. كأس الدرع الخيرية ليتس جو يا حبيبي. فلتبدأ هذه المباراة. مبابي سدد ولكنها بعيدة. يا الله دي بروين رودري تسديدة إيدرسون مارايش. فاردي 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 فاردي. هدف أول لليستر سيتي مع نهاية الشوط الأول. يلا الشوط الثاني لازم نسجل يا جماعة. وكرة تسديدة حارس. يلا 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 جول كيليان مبابي يعدل للسيتي. يلا إذا ستيرلينج. يلا ستيرلينج جول 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 جول. مبابي يقلب النتيجة على ليستر سيتي. يلا يبا يبا يبا. A few minutes later. حذري. يا الله هدف تعادل ليستر سيتي. يلا يلا كرة جول. يا الله يلا يلا كرة جول كرة جول. والدفاع يا بيضاء. يلا جول. كيم بيبي سجل هدف في الدقيقة 84. يا سلام في توقيت استثنائي كيم بيبي يراوغ الجميع ويسجل. يوزع كايل وحارس الحارس يمنع السيتي من الهدف الرابع. دي بروين دي بروين دي بروين دي بروين. يا سلام توجنا باللقب الثاني على التوالي. يا سلام السيتي بطل لكأس الدرع الخيرية مع بداية موسم شيق جدا. لاعبو السيتي سيرفعون كأس أو الدرع الخيرية. روبين دياز سيرفع الدرع الخيرية. روبين روبين روبين. سيتي سيتي سيتي. والله بداية قوية جدا للسيتي. فوزنا بكأس البطولة الودية وفوزنا بكأس الدرع الخيرية، بطولتين مع بداية الموسم، شيء خرافي جدا، شيء رائع رائع جدا. الآن صورة تذكيرية مع كأس الدرع الخيرية. مانشستر سيتي بطل لكأس الدرع الخيرية. أوكي يا جماعة الآن ما علينا إلا الانتقال إلى نهاية الموسم.
إذن يا جماعة الخير، وصلنا إلى نهاية هذا الموسم لنرى ماذا حصل مع فريق مانشستر سيتي. وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول يا جماعة، مشوار كان حافل جدا. تخطينا تشيلسي 5-3 في مجموع اللقاءين، في الربع النهائي تخطينا برشلونة 5-2. يلا الدوري يا جماعة، الدوري ما توجنا باللقب، لهذا سيكون هناك موسم آخر. ليفربول توج باللقب، كأس الاتحاد الإنجليزي تمام، كأس الإمارات خرجنا، كأس الكاراباو خرجنا، أمام من؟ أمام تشيلسي. يا الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا الفيديو. قمت بتوقيف هذا الفيديو لظروف شخصية، كان هذا الفيديو من المفروض أن ينشر قبل يومين من الآن للأسف الشديد. تمام يا جماعة الخير، عندنا مباراة ضد ليفربول. يا حبيبي ننتقل إلى مباراة ليفربول. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم في مباراة اليوم، مباراة نهائية ضمن دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليفربول. يسعى السيتي لأول تتويج في تاريخ النادي، تتويج أوروبي بالطبع. هذه هي ذات الأذنين، إما ستكون حمراء وبيضاء أم زرقاء وبيضاء، إما لليفربول وإما للسيتي. يلا بنا ليتس جو إلى المباراة. يلا بداية المباراة أعزائي المشاهدين. خطأ، صلاح يستغرب، هلا كسر عند الله، والله كنت حاب أعطيها للكانسيلو. لا يا تسديدة، We'll be right back.
كرة واختار جول. جول برناردو سيلفا. يلا جول يا دي بروين يا دي بروين دي بروين حذري 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 ريمونتادا دي بروين جول. أنا لست بيب غوارديولا اللي أخسر النهائيات. كيليون جول 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 كيليون بوبي كيليون بوبي كيليون بوبي كيليون بوبي 4-3 والله مجنونة مجنونة هذه المباراة. ستيرلينغ دي مهرز الله الله ري 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 مهرز يا سلام كين 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 مهرز يسجل الهدف الرابع او الخامس السيتي. شوف هذه الكرة شوف ستيرلينغ يا سلام الراسية من الرياض يؤمن اللقب ويؤمن الفوز. شوف هذه الكرة الراسية خطيرة جول سيتي تعبوا سيتي تعبوا لا تخلوا يعدل فزنا باللقب يا جماعة لقب كأس السوبر الأوروبي يا سلام. هكذا تكون المباريات يا غوارديولا لازم تضرب بيد من حديد لازم تحط كل إمكانيات في المباراة خذها من مدرب عالمي اسمه فريمد. كأس السوبر الأوروبي هذه مراسيم تتويج السيتي بلقب ماذا؟ كأس السوبر الأوروبي أكيد. روبين دياز يستعد لحمل هذه الكأس والآن مثل العادة نحتفل معهم. مباراة كانت قوية جدا يا جماعة. الآن الصورة التذكارية مع اللقب الغالي مع اللقب التاريخي مع اللقب سموه مثل ما شئتم لقب سيخلده التاريخ أكيد في سجلات التاريخ. الحمد لله أنني لست معلق. الآن جماعة الخير بما أننا فزنا بكأس الدرع الخارجية البطولة الودية تشامبيونز ليج كأس السوبر الآن ما علينا سوى ما لن نلعب الموسم وإنما سننتقل إلى نهاية الموسم. أوكي يا جماعة نهاية موسم 2022-2023 يا الله إن شاء الله توجنا باللقب يا رب يا الله لم نتوج باللقب يا جماعة. ولكن يا جماعة تخيلوا وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. أوكي يا جماعة نتخطى مباراة ليفربول أيضا لأننا توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد ليفربول أيضا سنتخطى هذه المباراة لازم علينا التتويج بدوري الإنجليزي يا جماعة.
هو فوزنا بدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. أكيد راح نتخطو موسم 2023-2024 لننتقل إلى نهاية الموسم. أكيد لن نقوم بإجراء أي شيء لأنني جددت عقود بعض اللاعبين لكي لا يغادروا. الآن ما علينا سوى التتويج بالدور الإنجليزي ممتاز لإنهاء هذا الفيديو. فزنا بكأس البطولة الودية، كأس السوبر ضد فرانكفورت. يلا فزنا فزنا أكيد فزنا. إذا نهاية موسم 2023-2024 الله ما حققنا الدوري، ما حققنا الدوري، والله عجيب أمرهم هذا السيتي. هنغير الخطة يا جماعة، هنخلوها هكذا مهاجم وهمي. يلا إذا يا جماعة الخير، لم أعمل ولا شيء، هذه آخر محاولة من أجل التتويج بلقب دوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025. يلا بنا ليتس جو يا حبيبي. إذا يا جماعة الخير، الموسم الماضية ما توجنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الآن المفاجأة في هذا الجزء هو أننا توجنا بلقب البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا في موسم 2024-2025. 96 نقطة اقتربنا من الفوز بالبطولة الذهبية، بالكأس الذهبية. وصلنا لنهاية هذا الفيديو ونهاية سلسلة إعادة بناء مانشستر سيتي من جديد. فزنا بكل الألقاب الممكنة مع السيتي. هذا فيديو ربما سيكون طويل جدا لا أدري. المهم يا جماعة، أتمنى الفيديو يعجبكم. لهذا لا تنسوا أن تفجروا زر اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، وخلونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. اعتنوا بأنفسكم جيدا. السلام عليكم. See!